القاذف الصاروخي الثنائي المضاد للدبابات طراز كونكرز والمطور بأيدي مصرية يعد السلاح الرئيسي لقوات الصاعقة للتعامل مع العنصر المضرة. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المعدية البرمائية BMM2M تم تطوير وسائل العبور باستخدام المعدية البرمائية BMM2M روسية الصنع بإجمالية حمولة 85 طن بدلا من المعدية GSB حمولة 52 طن لتأمين عبور الدبابة M1A1. كما تم تطوير كبار المواصلات والاقتحام سريع الإنشاء بالإمكانيات المحلية لتصبح حمولة 70 طن بدلا من 60 طن بتكلفة مالية أقل بنسبة 25% من التدبير الخارجي. آلة جرف